صنع افلام ويكون لي مصدر دخل خاص بي، لانه الاشخاص ذوي العاقه ما يمائلهم اللي هو وظائف او فرص عمل، فممكن من خلال صنع الافلام اصور. كرتون مع فتيات ذوي إعاقة سمعية كانت الهدف منها إنه يقدروا الفتيات يحاكوا قضاياهم ويحاكوا طموحاتهم ورسائلهم بطريقة فنية مبتكرة. أغلب الفتيات عندهم مهارات مهنية فنية، فمن هنا أجت الفكرة إنهم يصنعوا شيء بسيط فني بسيط سمعي بصري مرئي للجميع، إنه يقدروا يوصلوا من وراء هاي الطموحات والقضايا اللي هم حابين يوصلوا.